هل تعتقد بأن روسيا ستنجو؟ هل تعتقد بأننا قد نكون أمام بداية النهاية لروسيا؟ هذا هو الانزلاق الذي وقعت فيه روسيا، ما الذي يجب أن نتوقعه مما سيحدث إلى روسيا في ظل هذه العقوبات الشديدة للغاية؟ هذا سؤال جيد. أولا أعتقد بأن روسيا تستطيع أن تنجو من هذه العقوبات اقتصاديا. رقم اثنين، روسيا يمكنها أن ترد أيضا بعقوبات من طرفها أيضا. دعونا نتذكر ذلك، إنها قادرة على فرض عقوبات على الغرب أيضا، والتي يمكن أن تمنعنا نحن من الحصول على بعض الأشياء بما في ذلك النفط والغاز أو حتى أي من المنتجات الأخرى أو المعادن. فحقيقة هذه العقوبات يمكن أن تكون متبادلة. النقطة الأخرى، ما هو الهدف من العقوبات؟ هل العقوبات هدفها أن تقنع فلاديمير بوتين أن يتوقف عن قتل الأوكرانيين وسحب قواته؟ هذا لن ينجح، من الواضح أنه لن ينجح. وبالتالي فهل السؤال هو لجعل الروسيين يعانون معاناة شديدة لدرجة أنهم يثورون على فلاديمير بوتين؟ ربما قد يكون هذا الهدف، وخصيصا بأن دولة الشرطة التي تحيط به والدولة القمعية تقمع الشعب وتؤذي الشعب، وربما سوف يتخلص الشعب من بوتين، من يعرف. ولكن هناك بضعة أشياء واضحة، دعونا نتذكر. بداية، العقوبات ربما لن تنجح كما لم تنجح مع كوريا الشمالية ولم تنجح مع إيران. فتاريخيا العقوبات حقيقة ليست فعالة ولم تكن فعالة أيضا ضد صدام حسين. فبداية على الأرجح هذه العقوبات لن تكون رادعة أو لن تكون فعالة. بداية، هذا واحد. رقم اثنان، هذه العقوبات سوف تكلفنا الكثير لأن روسيا سوف ترد. وثلاثة، ما الذي سيحصل مع أوكرانيا؟ فنحن نعود هنا إلى نفس النقطة التي أنا ذكرتها في بداية برنامجك الكريم، وهو أن الغرب ببساطة كأنه قد ضرب على وجهه، والآن بدأ الغرب يريد أن يستعيد أنفاسه. سوف تؤلم هذه الضربة، وسوف يستغرق الغرب وقتا ليقف على رجليه، ولكننا سوف ننجو من ذلك. ولكن كما أثبت التاريخ، روسيا ليس لديها القدرة أو القوة أو القدرة على الاستمرار لمكافحة التاريخ. الأخبار العاجلة كثيرة حقيقة حتى هذه اللحظة. الـ NBC نيوز الأمريكية الآن تتحدث عن خيارات هي تختلف عن العقوبات، خيارات سبرانية وهجمات سبرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وتقول الـ NBC، وأنا أقتبس، الخيارات تقترح استخدام السلاح السبراني الأمريكي ضد روسيا بشكل غير مسبوق. سيناريوهات استخدام السلاح السبراني الأمريكي تشمل تعطيل الإنترنت والكهرباء في عموم روسيا. هل تعتقد فعلا قد تمضي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الاتجاه، ولا تعتقد بأن هذا قد يكون خطيرا للغاية على العالم بشكل عام؟ ربما هذا ممكن، ولكن أنت محق، هذا خطير على كل العالم، لأن كل خطوة تتخذها الولايات المتحدة سوف ترد عليها روسيا، وسوف يكون هناك ردود من كلا الطرفين وسوف يعاني الجميع. نعم، بالتأكيد يمكن للولايات المتحدة أن تهاجم روسيا بهجمات سبرانية، ويمكن أن ترد روسيا بهجمات سبرانية، وسيؤدي ذلك إلى دمار كبير. مجددا أنا سأعود إلى نقطة سابقة، ما هو الهدف الأخير الذي نريد أن نحققه؟ هل سوف ننقذ أوكرانيا؟ هل سوف نخرج الروسيين من أوكرانيا؟ هل سوف يقضي ذلك على رئاسة فلاديمير بوتين؟ أم هل هذا شيء سوف يجعلنا نبدو وكأننا نتخذ إجراء ما فقط؟